يو السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما كتعرفوا بان كل دولة عندها واحد المنتوج، وهنا كنهضر على المنتوج البشري. دولة اشنو هما الطاقات اللي غتخرج لينا؟ مثلا بحال الصين وامريكا كيخرجوا منها العلماء، وحتى العرب فيهم بزاف ديال العلماء، ومن بين العلماء اللي خرجوا لينا في المغرب غونزاليز وعشرانو الملوك ديال التيك توك، وماشي غير التيك توك وصافي، وانما حتى المقالي. وما نساوش الافلام القصيره. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوف بعض اللقطات ديالهم. دابا غادي نشوفوا اول فيديو ديال واحد خونا اللي داير المقلب لصاحبته. المهم الخوت ما بغيتش شي واحد يضحك، خويا بينا ما تغلبنيش الضحك. ثم ضربوا لي على الحيط وفي جميع الاسماء ديال البنات اللي دوز في حياته كامله. ها صفاء، ها احلام، ها مروى، ولا جيت تشوف غتلقى غير تمليط اباشير، اما غتلقى بزاف ديال السميات كاينين تما. وكتشوف حتى التيك توك، زعما هاد البنات راه غير بنات تيك توك. وهذا راه ما بقاش حايد ديال البيت، وانما ولا حايد للطواليت ديال ليسي. اودي اللي شاف شي حاجه يقول الله يستر. المهم كاملين نزلوا التعليق ديال هاد الفيديو وكتبوا الله يستر شي حاجه، وهنا غنعرف صفاء واش كتبغيني ولا لا. اي 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 سبحان الله، يلا كانوا كيهضروا في الزربه وصلات. ويلي 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 صلاح، اش هادشي؟ واش هادي كتبوا السي بالصح؟ بلاتي بلاتي نعاودوا اللقطه. صلاح والله الا فاستو هاد اللقطه ديتها عند واحد الدكتور نفساني ووريتها ليه. قال لي هاد البنت، هاد البنت بالضبط كانت كتفرج في مسلسل سامحيني وتاثرت بديك اللقطه اللي كان غيموت فيها شاهين. ودابا غير فكروا معايا، واش هادي ما عندهاش والديها؟ دريه وسط ثلاثه الدراري وتقريبا جايه من مدينه اخرى، جايه عند هاد الولد وكتعنق فيه وكتبوس فيه وما بيناتهم حتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي بيناتهم هي علاقه غير شرعيه. اللي واعرف هادشي كامل ان هاد المقلب حطوه هما بنفسهم، هما اللي حطوه في اليوتيوب. وزياده على هادشي كامل اللي من صح باش نعاود، هاد البنت اللي كتشوفو مازال قاصر، ولكن هاد النوع ديال الدراري ديال صحاب تيك توك ما تخافوش منه. راه واخا تشوفو مع بزاف ديال البنات، واخا تشوفو مع شي بنت في البيت، راه ما يقيسهاش، لان حتى هو عنده نفس الانوثه ديال هذيك البنت. راه ما يمكنش جوج بنات يديروا شي حاجه. ولا لقيتو هاد جوج ديال صحاب تيك توك في شي بيت بوحدهم، كون متاكد ان هذيك البنت شاده داك الولد وكتخلي ضاربو باش يترجل معاها شويه. وهاد الشيء اللي غدير هاد اختنا. يا ريت كنت تست معاكم في هذا البيت، اما راه شد جدبوكم لحراككم بجوج. المهم نبعدوا على هاد الجوج، راه مرضوني. ندوزوا عند شي واحد اخر تا هو يمرضنا شويه. نفكرك ولا نسيتي، انا عارفك ما صافيش، غتنسى كلشي. حيد عليا الاخر، هذا مضارب غير مع فمو. انا بغيت شي واحد ينصحني، شي واحد يرجعني للطريق باش ما نبقاش نطلع على هذا. لقيته، الفكره غالطه. ايمان. ايمان؟ نعم. في رمضان هنا قال المؤذن الله اكبر في المغرب. شو غتسبقي الاول؟ سي نورمال التمر. التمر فين هي؟ بسم الله ترى مصيبه، حق الله حتى مصيبه. و تضحك ما تعرف يضحكوا. دابا ايمان هذه ضحكه عندك ولا فران في الشانطي؟ والله اخر حتى هو داير فيها الفقيع عبد الباسط. دابا غادي ندوزو للوحوش ديال التيك توك. وليدات 16 غونزاليز وعشرانو، هاد الدراري معروفين، تقيسهم في اي بلاصه الا الشعر ديالهم. الا قصي لهم الشعر ديالهم بحال هبطتي لهم السروال، يعني بعباره اخرى هنتيهم في الشرف ديالهم. غادي نشوفوا دابا اول هندي اللي مضارب مع شعره. دابا غادي ندوز لواحد الكانيش اللي من العشرين ديال غونزاليز. واو كاع طيح شي كاع الدراري اصاحبي، والدراري كامل اللي كيشوف هذا الفيديو تزعطوا فيه. قالت لي راه غير هذا، راه غير ولد. لا ما قالت لي مش راك راجل، قالت لي غير ولد، فهمتي باش مي راك فاهم. اي سطو غالطين في كل شي حاجه وحرقوا لك الحاضنه. ما درتش معاه والو، مطلعتيه انا بار كنقول هذا الشيء. المهم تمرقي راه توما مال هادو، واش معكرين ولا كيفاش؟ فهم تيبانو حمرين ولا ما عرفت غوزيين، ما عرفتش انا كيفاش. المهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المهم حتى هنا غادي يكون كمل الفيديو، ما تنساوش تدخلوا عندي الانستا اللي هو هذا، غتلقاو الرابط ديالو في الوصف ولا اول تحت الانستا. غتلقاو فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يضحكوكم وغادي يعجبوكم. واللي بغى يتعرف عليا غادي يلقى الصوره ديالي تما. واذا كنتي اول مره غتشوف القناه ما تنساش تشترك فيها وتفعل الجرس وتخلي لايك للفيديو وتنزل كومونتير وتخلي احسن تعليق. تهلاو.